السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نكمل توتوريال رقم 3 مادي تي 215 بي. هنتكلم على موضوع بيسموه المودولار أريثماتيك. المودولار أريثماتيك هو فرع من فروع الرياضيات بيتم استخدامه في تشفير البيانات، وبيتعامل مع الأرقام الصحيحة وفقط اللي هي الانتجرز أونلي. هنتكلم على مصطلح بيسموه مودولس أو موديول. المودولس عبارة عن مجموعة من الأرقام الصحيحة بتبدأ من صفر لغاية N ناقص واحد. فلو احنا قلنا موديول 5 فهو بيشمل 5 عناصر هتبدأ من صفر لغاية 4، يبقى إذا العناصر هتكون 0 1 2 3 4، لو عدناهم هتلاقيهم 5 عناصر. في حالة السيزر سايفر فالموديول اللي احنا هنشتغل عليه هيكون موديول 26. ليه؟ لأن الحروف في اللغة الإنجليزية 26 حرف. طب هو موديول 26 هيبدأ من كام وينتهي عند كام؟ هيبدأ من صفر وينتهي عند n ناقص واحد. القاعدة الأساسية بتاعتي ممكن نفهمها من الساعة. الساعة 13 هل هي موجودة جوه موديول 12؟ موديول 12 هيكون جوه 12 عنصر، بتبدأ من صفر لغاية 11. لو حضراتكم شفتوا الساعة 12 هتلاقي إنها واقفة على الصفر، فإذا من صفر ل 11 دول اللي موجودين جوه الساعة. فهل الساعة 13 موجودة جوه موديول 12؟ لا، يبقى لازم نختصرها نخليها الساعة واحدة، يعني نقول 13 ناقص 12 تطلع واحدة. هل الساعة 15 موجودة جوه موديول 12؟ لا، يبقى المفروض 15 ناقص 12 تديني 3. طيب هل الساعة 5 موجودة جوه موديول 12؟ يعني معنى كده إن الساعة 5 مفيهاش أي مشكلة. يبقى القاعدة الأساسية بتاعتي إنه بيقول لي whatever مهما كانت الماتيماتيكال أوبريشن العملية الحسابية اللي إحنا بننفذها على الأرقام اللي موجودة جوه موديول، فإن الناتج الخاص بالموديول لازم يكون أقل من المودلس نفسه. الفكرة دي هتوضح لنا في التمارين اللي جاية. هو هنا بيقول لي 3 زائد 2 جوه موديول 5، 3 و 2 يبقى 5، يبقى الناتج هيطلع 5 موديول 7. هل في هنا أي مشكلة؟ ليه؟ لأن الرقم ده أقل من الموديول، خلاص. 5 موديول 5، 5 موديول 5، لأ، هنا في مشكلة، إحنا قاعدتنا إن الرقم يكون أقل من الموديول. كمان في حاجة، هو 5 موديول 5 في كم عنصر؟ في 5 عناصر، بتبدأ من 0 و 1 2 3 4، يبقى 4 آخر حاجة، يعني الخمسة مش موجودة جوه موديول 5، فلازم نختصر. نختصرها ازاي؟ القاعدة بتاعتي لو الرقمين دول قريبين من بعض وأعرف أطرحهم خلاص مفيش مشكلة. يعني مثلا هنا لو أنا قلت 5 ناقص 5 الناتج هيطلع 0، خلاص مفيش مشكلة. أو إن أنا أستخدم الأسلوب اللي بينطبق على كل المعادلات. بنعمل ازاي؟ بنيجي نقول 5، الخمسة اللي هي الرقم الأولاني ده، ونيجي قاسمين الخمسة دي على الموديول. أما نقسم 5 على 5 يبقى المفروض إنه هيبقى لك عدد صحيح 1، يبقى دوت اللي هو باقي الاسم اللي هو ناتج القسمة، يبقى 5 ناقص 1 وهنرجع نضربها في الموديول بتاعي، يبقى إذا 5 ناقص 5 هيطلع الناتج 0. واحدة تانية أوضح، 3 زائد 9 موديول 7، 3 و 9 تديني 12، يبقى إذا الناتج هيكون 12 موديول 7. طبعا احنا عارفين ان الرقم ده اكبر من الموديول، يبقى ما ينفعش، لازم نختصره. نختصر ازاي؟ ان احنا بنكتب 12 اللي هي الرقم اللي هنا ونقول ناقص، وبعدين نروح نقسم ال 12 على 7. لو قسمنا 12 على 7 هيديني 1.7، انا يهمني العدد الصحيح، فالعدد الصحيح هو 1، هناخد 1 وفقط، وبعدين نرجع نضربه في الموديول، يبقى نقول 12 ناقص 1 ومضروب في 7، يبقى إذا 12 ناقص 7 هتديني 5، الناتج النهائي طلع 5 موديول 7. هل كده في مشكلة؟ لا. حاجة تانية، 13 موديول 7، أنا قلت لحضراتكم لو الرقمين قريبين من بعض فالمفروض إنه ممكن نطرحها مباشرة، ف 13 موديول 7 على طول تطلع 6، أو إن أنا أروح أطبق القاعدة اللي فوق.
لكن عملية الطرح ما تنفعش مع أرقام كبيرة زي الرقم اللي تحت دوت اللي هو بيقول 114 موديول 7. فاحنا هنيجي نقول 114 ناقص، ونروح نقسم ال 114 على 7. أما نقسم ال 114 على 7 هيديني عدد صحيح 16 وعالم 10 هي مش عايزها، يبقى المفروض إن الناتج هنا هيطلع كام؟ 16. يبقى نقول 114 ناقص نفتح أقواس 16 مضروبة في 7. نحسب بالآلة الحاسبة 114 ناقص 16 مضروبة في 7 يطلع الناتج 2، يبقى ناتج التنفيذ هيطلع 2. يبقى إذا 414 موديولو 7 بتساوي 2 موديولو 7. في رمز عندي هنا أنا بستخدمه في العمليات الحسابية. إحنا ما بنستخدمش رمز يساوي، بنستخدم رمز تاني اسمه كونجيرنت. كونجيرنت يعني متطابقين، يعني مثلا حضراتكم دلوقتي شايفين إنه 114 والاتنين ادوني نفس الناتج، فبيقال إن ال 114 واتنين بيكونوا كونجيرنت اللي هو موديولو 7. يبقى إذا ذا سيمبل اللي هو تلات علامات يساوي فوق بعض بنقراها كونجيرنت 2 ومهوش يساوي، and not equal to يساوي. two integers لو انا عندي اتنين integers اللي هما الـ A والـ B اللي هو مثلا 114 واتنين، الاتنين دول اللي هما الـ A والـ B بيتقال عليهم congruent جوه موديول معين لو كان الـ A موديوله N، يعني الـ 114 موديوله 7 بتساوي الاتنين موديوله 7. طبعا ده حاجة حقيقية. احنا هنبدأ تشفير دلوقتي. فأول أسلوب هنستخدمه هنستخدم السيزر كود. في حالة السيزر كود احنا بنستخدم موديول 26 لان انا عندي 26 حرف. هتبدأ الحروف عندي من 0 لغاية 25 لانه موديول 26، وهنمثل الـ A بـ 0 والـ Z بـ 25. القواعد اللي احنا بنستخدمها في حاجة اسمها B يعني Plain Text، C يعني Cipher Text، K اللي هو مفتاح التشفير اللي هو الـ Encryption Key، كي بار اللي هو مفتاح فك التشفير الديكريبشن كي. لازم نبقى عارفين ان الكي زائد الكي بار بتساوي 26، مجموع المفتاحين ب 26، وان عندي قانونين، قانون للتشفير وقانون لفك التشفير. في حاله الانكريبشن يبقى انا عايز السي، يبقى المفروض ان السي بتساوي البي زائد الكي موديولو ان. البي اللي هو البلين تكست، انا عشان اشفر محتاج البلين تكست اللي هو النص الاصلي زائد مفتاح التشفير، وموديوله كام؟ N، N اللي هي 26 طبعا. ونيجي هنا لو أنا عايز أفك التشفير، يعني أنا عايز البلين تكست، فالمفروض إنه بيساوي C اللي هو السايفر تكست اللي هو النص المشفر زائد مفتاح فك التشفير، طبعا موديوله 26. يبقى حضراتكم لازم تحفظوا الثلاث قوانين الأخرانية دول. هو بيقول لي هنا سؤال بس قبل ما نتنال، بيقول لي هو ليه أنا خدت الـ A بـ 0 ما خليتش الـ A بواحد؟ طبعا لو انا خدت الاي بواحد يبقى المفروض ان الزد هيكون 26. طب هل ال 26 موجوده جوه موديول 26؟ لا، احنا قايلين ان موديول 26 بيكون جوه 26 عنصر بتبدا من صفر لغايه ان ناقص واحد. يبقى اذا لو احنا خدنا الاي بتساوي واحد فمعنى كده ان الزد هيكون فيه مشكله. يبقى اذا هو بيقول لي بيكوز ان الريزلت في اي عمليه حسابيه جوه المودولار اريثماتيك لازم تكون اقل من الموديول اللي احنا بنتكلم عليه، وبالتالي لو احنا خدنا الـ A بتساوي 1 وبالتالي الزد هتكون 26، معنى كده انها هتديني invalid result، يبقى الزد هتبقى ب 26 مش موجوده جوه الموديول ده. ناكد قوانيننا، لو انا عايز اشفر يبقى المفروض ان الـ C بتساوي الـ B زائد الـ Key، الـ C اللي هي السايفر تكست، الـ B الـ Plain Text، الـ Key اللي هو الـ Encryption Key. وطبعا في حالة السيزر كود فإن الموديول بتاعي بيساوي 26. الـ B اللي هو الـ Plain Text بيساوي Cipher Text زائد الـ Key Bar موديوله 26. إحنا كنا بنقول إنه في حالة السيزر كود أو السيزر سايفر فإن الـ Key مفتاح التشفير بيكون 3. ده حاجة نظرية أو حاجة كده اللي هو كان شغال بيها السيزر نفسه، إنما أنا ممكن لو أنا بحل عملية حسابية أحط أي رقم على حسب المسألة اللي بتجي. فهو بيقول لي إن الإنكريبشن التشفير باستخدام السيزر كود معناه إن إحنا بنعمل عملية شيفتنج للحروف لقدام بمقدار 3،
لأن إحنا كنا بنستبدل كل حرف بالحرف اللي قدامه بثلاث خانات ده. يعني أكننا بنقول إن السي اللي هو السايفر تكست بيساوي البلين تكست اللي هو النص العادي زائد ثلاثة، الثلاثة اللي هي الإنكريبشن كي. أكتيفيتي أول حاجة، السؤال ده بيتكرر كتير في الكوزات، بيقول لي What are the decryption keys؟ أنا عايز مفتاح فك التشفير في حالة السيزر سايفر والإنكريبشن لو الكي بتاعي كان 10 أو 15 أو 7. يبقى دلوقتي هو بيدور على الديكريبشن كي اللي هو مفتاح فك التشفير. طب أنا أعرف إن القانون بيقول إن الكي زائد الكي بار بتساوي 26. طب لو أنا اديتك الكي مش هيكون سهل عليا إن أنا أجيب الكي بار؟ يبقى نقول دلوقتي لو الكي بتساوي 10 يبقى إذا الكي بار هيساوي 26 ناقص 10 تطلع 16. لو الكي بتساوي 15 يبقى نقول 5 15 يبقى 26 ناقص 15 تطلع إن الكي بار بتساوي 11. بالمثل فإنه لو الكي بتساوي 7 يبقى الكي بار بتساوي 19. نتنقل لموضوع تاني بيقول S symmetric and asymmetric key system. symmetric يعني متماثل، asymmetric يعني غير متماثل. الفكرة إيه؟ إنه في حالة symmetric كل من السورس والديستنيشن بيستخدموا نفس الكي في عملية التشفير وفك تشفير البيانات. أشهر مثال على السيمتريك هو السيزر سايفر. هتقولي استنى، ده أنت بتقول دلوقتي إنه في حالة التشفير وفك التشفير بنستخدم نفس الكي، لكن ده في السيزر سايفر بيكون في حاجة اسمها كي وكي بار. هقول لك أوكي، هو التعريف بيقول إنه الاثنين أو بيكون فيه مفتاح واحد بس بنستخدمه في التشفير أو فك التشفير، أو إنه بتكون العلاقة ما بين المفتاحين علاقة بسيطة جدا، فممكن أجيب واحد بدلالة التاني. طيب السيماتريك كي ده مشكلته في عملية تبادل الكي، هو صحيح إن هو سريع لكن انسيكيور، لأنه لو الكي تعرف خلاص الراجل هيعرف يشفر ويفك التشفير بتاع البيانات دي عادي جدا. النوع الثاني اللي اسمه asymmetric يعني غير متماثل، يعني معنى كده ان بيكون فيه مفتاح تشفير وبيكون فيه مفتاح فك التشفير، الاثنين بيكونوا مختلفين تماما، العلاقه ما بين الكي والكيبار بتكون صعبه جدا وبالتالي ما اقدرش اجيب واحد من الثاني. اشهر مثال على الاسيمتريك حاجه اسمها public key system. في حاله الpublic key system كل يوزر بيكون ليه اثنين كي، حاجة اسمها public key وحاجة اسمها private key. الـ public key بيبعته للناس كلها تعرفه عشان لو عايزة تشفر له بيانات، الـ private key بيكون معاه هو فقط عشان يفك تشفير الرسائل المرسلة ليه باستخدام الـ public key اللي الناس استخدمته. طب هل الناس اللي تعرف الـ public key تقدر تجيب منه الـ private key الخاص بيا؟ لا، احنا مش لسه متفقين انه ما اقدرش اجيب من البابليك كي البرايفت كي ولا من البرايفت كي البابليك كي، ده قاعده. يبقى نبدا تاني كده، هو بيقول لي ان احنا عندنا طريقتين للتشفير، يا اما سيمتريك يا اما اسيمتريك. انكريبشن سيستم زي سيزر سايفر ده بيسموه سيمتريك كي سيستم. ليه؟ لانه بيكون فيه السنجل كي، كي واحد بيكون مستخدم في عمليه تشفير وفك تشفير البيانات، او ان العلاقه العلاقة ما بين الانكريبشن كي والديكريبشن كي بتكون سهلة جدا جدا، فأجيب مفتاح من التاني، يعني أجيب البابليك أسف أجيب الانكريبشن كي من الديكريبشن كي أو العكس. هو هنا بيقول لي since it is so easy، سهل جدا إن أنا أعمل درايف أجيب الـ unknown key. unknown key ممكن يكون الانكريبشن كي ممكن يكون الديكريبشن كي من الـ given key. يبقى لو انا اديت حضرتك الانكريبشن تعرف تجيب الديكريبشن، لو اديتك الديكريبشن تعرف تجيب الانكريبشن. دي كانت فكره التمرين اللي فات لو حضراتكم شايفين. ممكن يجي لي هنا سؤال مقالي يقول لي هو ازاي السيزر سايفر ده يعتبر نوع من انواع السيمتريك كي؟ يبقى احنا هنقول له بانه اقدر اجيب الانكريبشن كي من الديكريبشن كي او العكس بسهوله جدا. النوع الثاني اللي هو asymmetric يعني غير متماثل. في الحالة ديت فإن السندر والريسبشن don't use the same key، ما بيستخدموش نفس الكي، فإن التشفير
بيستخدم كي، والفك التشفير بيستخدم كي تاني. في حالة البابليك كي، عشان حضراتكم تبقوا عارفين كده على الجنب، أنا ممكن أشفر باستخدام البابليك كي، يبقى أنت هتفك التشفير باستخدام البرايفت. لو أنا شفرت باستخدام البرايفت، يبقى أنت هتفك التشفير باستخدام البابليك. أي واحد ممكن منهم ممكن استخدامه للتشفير، والآخر بنستخدمه لفك التشفير. نيجي النوع تاني من التشفير اسمه Transpositional Cipher. Transpositional Cipher هو عبارة عن إعادة ترتيب لحروف النص الأصلي. يعني أنا بعمل إيه؟ بجيب الحرف الأول مكان الخامس، والخامس أجيب مكان الثالث، والثالث مكان السابع. بس لازم الطريقة دي يكون متفق عليها ما بين السورس والديستنيشن، بحيث إن الطرف التاني اللي هو الريسيفر يقدر يرجع النص الأصلي بصورة سليمة. يبقى تعريف الترانسبوزيشن. ترانسبوزيشن يعني إبدال. الترانسبوزيشنال سايفر إذا أناجرام. أناجرام يعني عبارة عن إعادة تغيير وترتيب للحروف of the plain text, but it must be made. لازم بيتم بسيستماتيك ميثود، بطريقة محددة ومنظمة that can be shared. بيتم مشاركتها ما بين السورس والديستنيشن، أو مع الريسبشن اللي هو المستقبل الرسالة، so that it can be decrypted correctly. يبقى إذا الترانسبوزيشن سايفر هي عبارة عن إعادة ترتيب لحروف النص الأصلي بطريقة متفق عليها ما بين المرسل والمستقبل، بحيث إن المستقبل ده يقدر يرجع البيانات لأصلها. في نوع من الترانسبوزيشنال بيسموه كولومنر ترانسبوزيشن سايفر، لأن أنت بتعمل إيه؟ بيتم التشفير بوضع البيانات اللي موجودة عندي جوه ماتريكس مصفوفة، وبغير ترتيب الأعمدة اللي موجودة جوه المصفوفة. يبقى إذن هنا بيقول لي هو عبارة عن نوع من transposition cipher, a type of transposition cipher in which encryption is performed. تشفير بيتم by reordering، إن أنا أغير ترتيب الأعمدة اللي موجودة عندي of the matrix للمصفوفة بطريقة محددة، and then reading of، إن أنا أقرأ الناتج عشان أطلع اللي هو سايفر تكست. هناخد عليها تمرين النمط الخاص بالترانسبوزيشن سايفر ده، جه قبل كده في الكويز، مهم جدا وسهل. بيقولي a possible approach. A possible approach يعني طريقة محتملة عشان ننفذ المهمة دي، إنه لازم السورس والديستنيشن هيتفقوا على حاجة اسمها keyword أو code word، كلمة زائد أسلوب عشان يرتبوا الحروف والأعمدة اللي موجودة عندي. يبقى إذن a possible approach لتنفيذ transposition cipher إنه السورس والديستنيشن يتفقوا على code word and a way to reorder the letters اللي موجودة عندي. هناخد مثال. المثال بيقول لي إن الكود وورد اللي متفق عليها السورس والديستنيشن هي كلمة Tuesday، وإن الطريقة اللي متفقين عليها اللي لازم تجيلي في الامتحان لو هيديني سؤال على transposition، هو بيقول لي إن أنا هنعمل reverse لترتيب الحروف الخاصة بالكلمة. يبقى أول خطوة هنعكس ترتيب الحروف الخاصة بالكلمة، يعني ال Y هتيجي مكان ال T، وال A هتيجي مكان ال U، وال D مكان ال E، والليس تفضل زي ما هي زي ما حضراتكم شايفين الناتج. طبعا احنا مش بنبدل حرف بس، احنا بنبدل العمود اللي على راسه الحرف زي ما هنشوف دلوقتي. دي كانت الخطوة الأولانية، ان احنا بنعمل ريفيرس. الخطوة اللي بعدها ان احنا نعمل سواب، نبدل كل زوج من الحروف، بداية من اليد اليمنى. يعني انا حاجة اعمل ايه دلوقتي؟ هشيل التي هجيبها مكان اليو، والاي مكان الاس، والدي مكان الاي، والواي تفضل زي ما هي. الخطوة الأخرانية إن إحنا بنقرأ البيانات اللي موجودة في الماتريكس بنفس أسلوب إدخالها، هتلاقي تديني النص المشفر. طب أنت عايز تعمل ماتريكس، مش الماتريكس ديت أو المصفوفة بيكون لها عدد من الصفوف وعدد من الأعمدة؟ طب كم صف وكم عمود؟ عدد الأعمدة اللي موجودة في الماتريكس بيعتمد على عدد حروف الكلمة. فإحنا واخدين كلمة Tuesday، يبقى تيوز دي كانت مكونة من 7 حروف، يبقى المفروض إنه في 7 أعمدة، 2 3 4 5 6 7. طب كم صف؟ كم صف دي اللي بيحكمني فيها هو الكلمة اللي أنت عايز تشفرها أو النص اللي أنت عايز تشفره. على سبيل المثال هو النص اللي هو عايز يشفره
كلمة ماري had a little lamb. Its fleece was white as snow. طيب احنا هنعمل ايه؟ هنعمل ماتريكس او هنعمل جدول. الجدول ده هنحط فيه الكلمة اللي هو مديهاني اللي هي الكود وورد، وبعدين ننزل بسبع أعمدة، كم صف ما نعرفش، نسيبها مفتوحة، وبعدين نكتب فيه الكلمة اللي هو مديهاني أو الجملة اللي هي كلمة ماري هي هاد شين غتنا a little وبعدين lamb its fleece ايت was white as snow. نلاحظ ان الجملة وقفت لغاية هنا. طب امال المربع ده هنسيبه فاضي؟ هو بيقول لي القاعدة بتاعته انه اي empty place اي مربع فاضي هنعمل له padding، يعني نستبدله بحرف الاكس. يبقى دلوقتي احنا هنعمل جدول، الجدول ده هيكون مكون من سبع أعمدة، كم صف ما نعرفش، عدد الصفوف دي هنعرفها لما نكتب الجملة. نبدأ ننفذ الخطوات. احنا قلنا أول خطوة كنا احنا بنعمل reverse، يعني بنعكس ترتيب الحروف. يبقى احنا هنجيب الواي مكان التي والعكس، يبقى الواي هتيجي هنا تتنقل من هنا تتنقل هنا، مش الواي لوحدها، العمود الخاص بالواي كله يروح مكان التي، واليو مكان الاي، والاي مكان الدي، والاس هنا لانه انا عندي سبع حروف هيفضل زي ما هو. يبقى دي الخطوة الاولانية، ان احنا بنبدل كل عمود مكان التاني. نيجي في الخطوة التانية ان احنا نعمل سواب، نبدل الاعمدة برضو بس بداية من اليمين. هنيجي على اليو بالعمود كله نستبدله مع التي، او اسف التي هنستبدله مع اليو، والاي نستبدلها مع الاس، والدي مع الاي، واليو واي يفضل زي ما هو. الناتج هياخد الشكل ده اللي هو الجدول النهائي ده. في النهاية عشان نقرأ البيانات فاحنا بنقراها ازاي كده، مش احنا دخلناها من اليسار وماشيين كده كأنها زي تعبان. فهنقراها ازاي؟ نقول دي اتش اي ار واي ام. عايز أأكد على حاجة، إنه مش لازم أنا أما أشفر حاجة يطلع النص إنه شفر كلام مفهوم. يعني أنا كنت بشفر جملة اسمها ماري هاد ليتل لامب، يبقى المفروض إنه يطلع كلام مفهوم، لأ هي حروف وخلاص ملهاش أي علاقة بالنص الأصلي. يبقى دلوقتي ماري هاد ليتل لامب اللي هو البلين تكست، والسايفر تكست هيطلع اللي هو الجملة اللي تحت دي. هنقراها إزاي؟ نقراها كده، السطر الأول وبعدين السطر الثاني، السطر الثالث، الرابع، الخامس، وهكذا. دي طريقة الـ Transposition Cipher. شكراً.